أخبار اليوم. السلام عليكم. طبعا هعلي صوت شوية عشان الشباب يقدروا يتجاوبوا معانا. أنا بشكر طبعا بما إني ضيف إحنا النادي الأهلي، طبعا مش هتكلم عليه عشان النادي الأهلي زي ما قلت قبل كده إحنا جاي أحسن مع النادي الأهلي. إحنا طبعا السلوجان بتاعنا أو الشعار بتاعنا كبار مع الكبار. احنا بنختار نتعامل مع الكبار، عشان كده بنجاوب مع النادي الاهلي، وبنقدر ان احنا اي حاجه فيها النادي الاهلي بنقدر نخش فيها، واحنا مغمضين عشان عارفين كويس قوي ان شعار النادي الاهلي ده بايع نفسه، واللي مش شاطر هو اللي ما يقدرش يستغل حاجه زي شعار النادي الاهلي. فقدرنا ان احنا نتجاوب مع النادي الاهلي، وقدرنا ان شاء الله احنا هنكمل مسيرتنا معاك. عندنا بلان. بشكر شركه اي ام سي سي، برضه شركه فيري بروفيشنال. بشكر استاذ مينا عاطف شخصيا، نظرا ان هو فيري بروفيشنال، وخبرتي معاه في الفتره الصغيره اللي فاتت دي اثبت ان هو راجل يلتزم بالكلمه بغض النظر عن العقود. وان شاء الله هيبقى، انا مش هتكلم، مش هقول انه ماتش، انا بتعامل ان هو ايفنت ده هيبقى هيسمع في العالم كله. الايفنت ده ليه ابعاد كتيره جدا، مش بس كمباراه كره قدم، هو ايفنت للصغارين قبل الكبار، السيدات قبل الرجال، كل بلاد العالم هتخش تتفرج. انا لسه جاي من بره، وفي رد فعل كبير جدا في الوسط الرياضي، وبيتكلموا ان في التوقيت ده يحصل مباراه زي دي حاجه كويسه جدا. فان شاء الله نتعاون فيها ويبقى حاجه كويسه. بشكر شكر شخصي طبعا، انا ما قلت قبل كده ان كابتن عزيز ابو شافي ده ابويا الروحي والسبورت بتاعنا في كل شغلنا، والدكتور عصام انا اتعاملت مع انديه كتيره جدا وبتعامل مع انديه كتير جدا في العالم. الدكتور عصام فعلا شخصيه غير بروفيشنال في شغله، عارف ازاي بيتعامل بالورقه وبالقلم، جاب بصوره للانديه وبيكبر الناس اللي بيتعاملوا معاه عشان لا يصيبوا بخساره، عشان خسارتنا هي خساره النادي الاهلي. لو احنا خسرنا يبقى النادي الاهلي برضه مش هيبقى مبسوط، فبالتالي الحمد لله هم بيبقوا كارين، هو شخصيا بيبقوا كارين ان هو يكبرنا. بشكر لوشين شمس طبعا على استضافته لينا، وان شاء الله الفتره اللي جايه دي هنشوفوا حاجات كويسه جدا في المباراه. وزي ما قلت لكم قبل كده هو ايفنت مش مباراه، وانا باكد الحمد لله ان احنا كل الماتشات هتلعب الدوليين، وباكد كمان مره ان ده حاجه هتبقى مختلفه تماما عن اي مباراه او وديه دوليه اتلعبت قبل كده. بشكر شكر خاص للتيم بتاعي بتاع تيلي سيرف، بصراحه انا باجي جاهز، هم اللي بيعملوا كل حاجه، والشباب هم بصراحه اللي بينفذوا كل حاجه، وشكرا ليك وشكرا قوي.